دور، مش انا باخد 5 مليار من قناه السويس محتاج ال 5 مليار يبقوا 10 لما اعمل قناه ثانيه ولا لما ازود القناه، لا. كلمه السر في هذا المشروع هي القيمه المضافه. ودي اللي تقدر التحديات اللي حضرتك تفضلت بيها، الكره في ملعبنا احنا مش في ملعب حد ثاني، الكره في ملعبنا، في ملعبنا السابق وفي ملعبنا. القيمه المضافه اللي موجوده على المشروع، القيمه المضافه اللي بتتمثل في دخول المنتج المصري، في دخول المواد الخام المصريه، في العماله المصريه اللي هي من امهر عمالات العالم، ولكن فقط بتحتاج الى التدريب. عشان كده هذا المشروع مش مجرد بس انه خدمات لوجستيه ولا خدمات صناعيه، هذا المشروع مشروع متكامل. واساس المشروع واساس بناء المشروع هو العامل المصري. نعم. بس العامل المصري لما توفر له البيئه اللي يتدرب فيها. عشان كده اذا اهتمينا فقط بان احنا عندنا موقع جغرافي واننا عندنا مكان استراتيجي في العالم كله، واهملنا العماله المصريه المدربه، العماله المصريه لوحدها كفيله بان تضاعف الدخل اللي جاي من قناة السويس، العمالة بس من غير المشاريع. وبالتالي هذا المشروع مشروع متكامل يستفيد من الموقع. يبقى سؤال مهم دكتور وليد، انه هذا الكلام النظري في حاجة منه يعني بدأ تنفيذ على أرض الواقع، أو حتى يعني اللبنات الأولى وضعت أم لا؟ هنعرف الإجابة من حضرتك بعد متابعة موجز الأنباء مع الزميلة سهى النقاش. أعلنت رئاسة الجمهورية عن عقد مؤتمر للعدالة تبدأ جلساته بمقر رئاسة الجمهورية الثلاثاء المقبل للبحث في إعداد مشروعات قوانين يتوافق عليها أعضاء الهيئات القضائية، وسيتولى الرئيس مرسي إحالتها إلى المجلس التشريعي. جاء ذلك عقب لقاء الرئيس مرسي برؤساء الهيئات القضائية بمقر رئاسة الجمهورية لمناقشة أزمة قانون السلطة القضائية. أعرب السيد الرئيس عن تقديره الكامل للسلطة القضائية بهيئاتها المختلفة ورجالها، وأشاد بمشروع مؤتمر العدالة الذي قدمه السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى، ودعا السيد الرئيس إلى البدء فورا في الإعداد لأعمال المؤتمر، كما وجه الدعوة إلى الهيئات القضائية المختلفة للاجتماع بمقر رئاسة الجمهورية اعتبارا من بعد غد الثلاثاء 30 أبريل الجاري، وذلك للإعداد لمؤتمر العدالة تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية. وأكد سيادته ثقته في أنه سوف يتم خلال هذا المؤتمر بحث كل معوقات تحقيق العدالة، فضلا عن إعداد مشروعات قوانين السلطة القضائية والهيئات القضائية المختلفة. وأعرب السيد الرئيس عن تبنيه شخصيا لكل ما ينتهي إليه هذا المؤتمر من مشروعات قوانين لتقديمها إلى المجلس التشريعي. وقد عبر السادة رؤساء الهيئات القضائية عن خالص شكرهم لما أبداه السيد رئيس الجمهورية من تقدير لرجال القضاء، ومن اعتزامه اتخاذ إجراءات تبعث على الارتياح، وكذلك ما وعد به أيضا من تبن لمشروعات القوانين التي يتوافق عليها قضاة مصر. أكد الرئيس محمد مرسي أن العمال هم أساس نهضة مصر، وأنه يدعم جهود اتحاد عمال مصر لتلبية احتياجات العمال وحل مشاكلهم. جاء ذلك خلال استقبال رئيس الجمهورية لوزير القوى العاملة والهجرة خالد الأزهري ورئيس اتحاد عمال مصر جبالي المراغي. وأعرب وزير القوى العاملة ورئيس اتحاد عمال مصر عن تقديرهما لدعم ومساندة الرئيس مرسي لعمال مصر واستضافته لعيد العمال بقصر القبة الثلاثاء المقبل. أجلت محكمة استئناف القاهرة نظر الطلب المقدم من النائب العام المستشار طلعت عبد الله لرد مستشاري دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة الاستئناف، والتي كانت قد أصدرت حكما ببطلان تعيينه وعودة المستشار عبد المجيد محمود إلى منصب النائب العام، وذلك إلى جلسة بعد غد الثلاثاء. وجاء قرار المحكمة بالتأجيل حتى يقوم المحامي الوكيل عن المستشار طلعت عبد الله بتقديم سند الوكالة الخاص عنه في هذه الدعوة.
رفضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عبد الله خلف الله التظلم المقدم من الرئيس السابق حسني مبارك على قرار استمرار حبسه احتياطيا على ذمة قضية اتهامه بتحقيق كسب غير مشروع. وأمرت المحكمة بجلسة اليوم باستمرار قرار حبس مبارك احتياطيا لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي يبشرها جهاز الكسب غير المشروع معه في تحقيق ثروة طائلة بصورة لا تتفق مع مصادر دخل المشروع على نحو يمثل كسبا غير مشروع. أفادت الشبكة السورية لحقوق الإنسان بمقتل 56 شخصا بنيران قوات النظام السوري معظمهم في محافظتي حلب وإدلب. وذكرت الشبكة أن قوات النظام قامت بإحراق المنشآت الصناعية ومنازل للمدنيين في بلدة عقربة بريف دمشق. وأكد نشطاء أن الجيش السوري الحر اقتحم مطار أبو الزهور قرب إدلب وسيطر على أجزاء فيه، وذلك غداة السيطرة على كتيبتي الصواريخ والإشارة في بلدة النعيمة في ريف درعا، كما وصلت عناصر الجيش الحر محاصرتها لكتيبة الرادار في المنطقة. إلى العراق، حيث مددت شرطة الأنبار مهلة 24 ساعة للمعتصمين بالمحافظة بعد تسلم أسماء قتلة 5 من أفراد الجيش قرب ساحة الاعتصام أمس. وقال قائد عمليات الأنبار إن المفاوضات ما زالت جارية مع شيوخ العشائر لحين اعتقال المسؤولين عن الجريمة. يذكر أن 5 من أفراد الجيش العراقي كانوا قد قتلوا وأصيب آخر بجروح في هجوم مسلح أثناء رجوعهم إلى منازلهم قرب ساحة الاعتصام في مدينة الرمادي بمحافظة الأنبار. ختام هذا الموجز لأهم وآخر الأخبار قدمناه لكم من قناة النيل في القاهرة. الآن عودة إلى الزملاء في الاستوديو أحمد عتابي وريهام الديب واستكمال الحوار ومن القاهرة. أهلا بحضراتكم مرة تانية، بنواصل حوارنا حول الخطة اللي بيقدمها الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء حول مسألة تنمية محور قناة السويس. ومرة أخرى بنرحب بالدكتور وليد عبد الغفار رئيس الأمانة الفنية لمشروع تنمية محور قناة السويس. أهلا بحضرتك يا دكتور مرة تانية. أهلا بك يا دكتور وليد، وسؤالنا كان قبل موجز الأنباء مباشرة، الكلام النظري لذيذ وطعمه حلو وبيبني قصور جميلة جدا وطموحات عالية، ولكن ماذا عن أرض الواقع؟ ما الذي تم تنفيذه، أو حتى زي ما قلت أنا قبل موجز الأنباء، هل لبنات أولية وضعت أم الموضوع كله لا يعد كونه فقط مجرد حديث؟ يعني أنا بشكر حضرتك على السؤال، لأن هو ده فعلا لب الموضوع. إذا كنا قعدنا نتكلم، إحنا سمعنا كلام كتير قوي، بقالنا زمان بنسمع كلام كتير قوي. الواقع، ومش بس كده، أنا هضيف على سؤال حضرتك كمان، وإيه اللي يضمن إن المشروع ده ما يكونش مصيره زي مشاريع تانية كتير؟ خليني بس قبل يعني ما أجاوب على السؤال ده أؤكد على معنى مهم قوي. هذا المشروع ليس ملكا لأحد، هذا المشروع هو زي ما حضرتك تفضلت في المقدمة، هو حلم الشعب المصري. مش كلامنا احنا على فكره، كلام البنك الدولي وكلام المؤسسات العالميه كلها، انه يجب ان يكون قاطره الاقتصاد المصري، بل هو فعلا الاقتصاد المصري الحقيقي الجديد. هذا ليس حكرا على افراد ولا احزاب ولا حكومات، هذا المشروع يجب ان يخرج ويكون ملك لكل الشعب المصري بكل فئاته. عشان كده يمكن احنا في الامانه الفنيه بنرحب بكل الجهود التي بذلت والتي تبذل والتي ستبذل، وبنرحب بكل المدخلات وكل الافكار من كل الخبراء المصريين بكل اتجاهاتهم فيه. طيب هذا المشروع اللي يضمن الاول انه ما يبقاش زي باقي المشاريع، زي باقي المشاريع الموجوده. لو سالت حضرتك قول لي اي مشروع اعلن عنه على مدار فتره طويله جدا، مين المسؤول عنه؟ الحكومة تعلن عن مشروع، إنما ملوش أب، ملوش حد مسؤول. دلوقتي مجرد ما قلت، ودي كانت الخطوات يعني الرائعة اللي عملتها الوزارة، إنها أولاً بدأت شكلت لجنة وزارية فأصبحت مسؤولة، فأصبح في جهة تقدر تتعامل معها. هذه اللجنة الوزارية أنشأت أمانة فنية، الأمانة الفنية هي تعتبر الذراع التنفيذي، وكلفت بقرار وزاري بمهام محددة يجب أن تقوم بها. على فكرة بعد إنشاء الهيئة الجديدة للمشروع تحل اللجنة الوزارية وتحل الأمانة الفنية، ولا يكون إلا الهيئة الجديدة فقط هي المسؤولة عن المشروع، وتحل أوتوماتيك اللجنة الوزارية والأمانة الفنية.
ما تم على الارض. احنا بفضل الله عز وجل من حوالي 6 شهور من ساعه ما اشتغلنا كنا بنشتغل في 3 مسارات متساويه. المسار الاول ان احنا محتاجين مخطط عام للمشروع بالكامل ان شاء الله في اطار هذا الاسبوع، يعني بجهد فتره طويله وكثير من الناس، ليس امانه الفنيه فقط، كثير من الـ من الـ من الـ الخبراء وعلى راسهم الدكتور الفاضل الدكتور عصام شرف وفريقه المحترم، تم مشاركه كثير ويعني ما يقرب من 100 عالم اخر شاركوا معنا في وضع رؤيه لهذا المشروع، والحمد لله رب العالمين تم وضع تي او ار وبمساعده فريق استشاري اسباني من الاتحاد الاوروبي في وزاره النقل. تم وضع تي او ار وان شاء الله في هذا الاسبوع غدا هناك اجتماع للجنه الوزاريه. بعد اللجنه الوزاريه ان شاء الله سنطرح المشروع على المكاتب المصريه، كل المكاتب المصريه المدرجه فئه الف في هيئه التخطيط العمراني وما يقرب من 20 مكتب اجنبي. ان شاء الله بكره سيعلن هذا الطرح ان شاء الله. الامر الثاني القانون، هناك قانون الان تم اعداده، يمكن انا ذكرت في الجزء الاول من الحلقه الهدف من القانون ان احنا بنعمل شباك واحد عشان نسهل على المستثمر، والامر الثاني ان يكون هناك جهه صاحبه سلطه دون الرجوع الى باقي الوزارات ولكنها لها سلطه كل الوزارات ما عدا السلطات السياديه على فكره، وزاره الدفاع والداخليه والعدل وهيئه قناه السويس، لانه لا علاقه للمشروع بهيئه قناه السويس. هيئه قناه السويس ومجرى قناة السويس وحرم قناة السويس ده هذا خط أحمر لا علاقة للمشروع به، بل نتحدث على الأرض اللي بعد محور قناة السويس. ما بيثبته المشروع كمان أنه ما فيش بيع لمتر واحد من الأرض، كله بحق الانتفاع وده مذكور بالقانون. حق الانتفاع فقط، لا احتكار لخدمة ولا احتكار لمكان، يعني ما فيش حد يجي ياخد منطقة بالكامل كلها ويقول أنا هاخد شرق بورسعيد، لا ما فيش احتكار لها، البلد هي صاحبة الولاية عليه. ما تم على الأرض من مشاريع، بالأمس امبارح بس تم توقيع العقد مع شركة صينية شركة تيدا، وعلى فكرة العقد ده بدأ من 4 سنوات، امبارح تم التوقيع بحضور السيد معالي رئيس الوزراء في الهيئة الاقتصادية في شمال غرب خليج السويس بتنمية 6 كيلومتر مربع، ده بيوفر 40,000 فرصة عمل واستثمارات 2 مليار دولار ل6 كيلومتر مربع. بس معلش يعني ايه العقد بدأ من 4 سنين؟ الطرح بتاع 6 كيلو ده بدأ من 4 سنوات، وكان هناك خلاف في التعاقد مع شركة تيدا وحوالي 17 نقطة خلافية بين الوزراء، لأن لما طرح العقد قبل الثورة، ولكن كان التوجه في هذا القانون وكان التوجه من الوزارة أن هذا العقد يجب أن ينهى سريعا، فتم الحمد لله تغلب على كل المعارضات. يعني وفق من ضمنيا أنه تنمية محور قناة السويس كان موجود من وقت النظام السابق، ده من قبل النظام السابق، من قبل النظام السابق كمان، ده برضو معنى لازم نأكده. محور قناة السويس وفكرة قناة السويس مش فكرة الست شهور ولا الحكومة الحالية ولا حكومة ولا بعد الثورة ولا حكومة الحكومة الموجودة. هذه الفكرة موجودة منذ أن حفرت قناة السويس، لما اتحفرت قناة السويس حفرها 1 مليون مصري، لما كان عدد سكان مصر 4 مليون، يعني كل شعب مصر شارك فيه، ولما الأجانب جم عشان يحفروا القناة كان الهدف هو عمل المشاريع دي، عمل مناطق لوجستية فيه. احنا تأخرنا كتير جدا، وكل اللي بنقابلهم المستثمرين والملاحق التجارية والسفراء كله بيقول احنا تأخرنا جدا. الفكرة ليست جديدة، بل بالعكس احنا بنقول ان في 15% تقريبا ل20% موجود على ارض الواقع. المينا اللي بدأت في شرق بورسعيد وفي محطة حاويات شغالة وشغالة بكفاءة عالية وشركة ميرسك، 53 مليون جنيه اللي اتصرفوا على البنية التحتية في وادي التكنولوجيا، دول اتصرفوا من حوالي 10 سنين. عشان كده حضرتك السخنة لانه المشروع ملوش اب، يعني محدش يدعي ان هو الاب الروحي، لا لا محدش يدعي الاب الروحي. الفرق الوحيد اللي في هذا المشروع بينه وبين ال20 وال30 وال50 سنة اللي فاتت ان هناك الان ارادة سياسية قوية من النظام السياسي في مصر لعمل هذا المشروع، عشان كده اتعملت لجنة وزارية، عشان كده اتعملت أمانة فنية، عشان كده بيتم حل مشاكل كل المستثمرين في هذا الإقليم ومنها شركة تيدا، عشان كده بيتم التسهيل أو عمل قانون جديد، عشان كده وضع هذا المشروع كأولوية أولى للدولة. هو ده الفرق. طيب احنا بنستأذن حضرتك يا دكتور وليد، بينضم إلينا أيضا في هذا الحوار سيادة اللواء جمال إمبادي محافظ الإسماعيلية. سيادة اللواء أهلا بحضرتك. اهلا بيكم ومساء الخير. ومساء الخير دكتور وليد. مساء الخير يا فندم. زهر يا فندم. الحمد لله. سياده المحافظ، عايزين راي حضرتك في هذا المشروع اللي بيقوم به حاليا او بتقوم به حاليا رئاسه الوزراء من اجل تنميه محور قناه السويس، ومن المعروف انه المشروع بيشمل منطقه شرق الاسماعيليه اللي فيها منطقه اسمها وادي التكنولوجيا، بتعد من المناطق الجاذبه للاستثمارات وللصناعات الفائقه التكنولوجيا.
خليني بس بدايه اقول ان المشروع تنميه اقليم قناه السويس او محور قناه السويس ده هيبقى ان شاء الله قاطره التهويه لمصر كلها. نتكلم بقى على الاسماعيليه، الاسماعيليه بس انا عايز اضيف المشروع مش كوادي التكنولوجيا فقط، احنا عندنا برضو منطقه صناعيه في الانطاره شرق. ايوه شامل المنطقتين دول كبدايه طبعا. نعم. لازم نقول يمكن الدكتور وليد اشار ان ما كانش فيه اراده سياسيه لهذا المشروع، دي حقيقه في وادي التكنولوجيا واضحه تماما. لما يكون مرحله عاجله 215 فدان تم ترفقهم في 14 سنه، يعني لو ما كانتش مرحله عاجله بقى كانت خلصت في كام سنه، فما كانش فيه اراده. اخر خمس سنوات خصص لهم فقط 1,150,000 جنيه السنه دي فقط، او من 4 اشهر عشان اقول لحضرتك مثلا مدى الجديه في هذا المشروع، تم تخصيص 12,400,000 جنيه لان منطقه وادي التكنولوجيا جاهزه المرحله الاولى 215 ل 14 شركه متقدمه حاليا عشان تنشئ مشروعات، لكن البنيه كانت واقفه على محطه صرف صحي. نعم. الحقيقه المحطه دي تكلفتها 12 مليون، من شهرين تم تخصيص المبلغ وجهاز تنميه سيناء جاري في انشاء هذه المحطه. سياده المحافظ بس عشان توضح الصوره للساده المشاهدين، يعني ازاي يتم الاستفاده من وادي التكنولوجيا؟ حضرتك بتقول 12 شركه مقدمين على تعاقدات في هذا الوادي، يعني حضرتك وضح الصوره بس، الشركات دي هتشتغل تعمل ايه وهتخدم مشروع تنميه محور قناه السويس ازاي؟ والله انا عايز اقول حاجه برضه عشان يبقى واضح للمشاهدين، موضوع وادي التكنولوجيا لو بنسمع عن السيليكون فالي او وادي السيليكون في كاليفورنيا تمام، ده يعتبر مشابه له. تمام. هو بيعتمد على البيئه، احنا عندنا الرمال الصفراء والرمال السوداء في هذه المنطقه اللي يمكن استخدامها في الصناعات الدقيقه الخاصه بالسيليكون، ومش عايز اقول ان يمكن الفضل يرجع في هذه المشروعات والبدايه فيها الى جامعه قناه السويس. أيوة. كانت سباقه في النشر لهذه الموضوعات. نعم. فجميع ال 14 مشروع دول خاصين بالتكنولوجيا بالكامل. لا يعني هي شركات على ما هي سياده المحافظ يعني في الهاي تكنولوجي. لا الحقيقه حتى الان اربعه، لا حتى الان ال 14 شركه تمام مصريه. او راس المال معظمه مصري عشان اكون بس بتكلم عزيز على الوقت. لكن انا بقول لما ننهي بقى محطه الصرف الصحي تمام، اصبح النهارده جميع الشركات هتتقدم وتكمل. انا عايز اقول غير ال 14 شركه، احنا عندنا جامعه اهليه جامعه الهلبس واخده 70 فدان عشان تنشئ الجامعه. عندنا جامعه قناه السويس تم التصدير لها 50 فدان. بالاضافه الى قريه موجوده فيها، وانا بكلم حضرتك النهارده في شهر 12 هيكون 50 منزل فيها جاهزين، منزل جاهز للشباب عشان هذه المشروعات لو في سكن للمواطنين. ده بالنسبه لوادي التكنولوجيا. لكن وادي التكنولوجيا ده انا بقول المرحله الاولى او العاجله 215 فدان، لكن احنا بنتكلم في 16,000، اكثر من 16,000 فدان هو وادي التكنولوجيا بالكامل. نعم. لو الانطاره شرق المرحله الاولى خلصت، لكن عندنا المرحله الثانيه نفس المشاريع سيادة المحافظ ولا مشروعات لها صبغة تانية او شكل مختلف؟ لا طبعا، هو المشروعات الخاصة بالتكنولوجيا او الصناعات الدقيقة كلها موجودة في وادي التكنولوجيا. لكن منطقة الانطار الشرق دي معظمها صناعات، جميع انواع الصناعات ما فيهاش تحديد عدد صناعات تقيلة، يعني ما فيهاش مناطق للصناعات الثقيلة. المرحله الثانيه فيها مطابقه يعني زي ايه سياده المحافظ؟ يعني فيها كل انواع الصناعات زي ايه برضو عشان المشاهدين يعرفوا؟ يعني هقول لحضرتك حاجه، فيها صناعات تعبئه، وفيها صناعات خاصه بالصناعات الحلويات، فيها صناعات خاصه بالملابس. نعم. تمام. فيها صناعات خاصه بتصنيع العبوات. تمام. فيها مناطق لوجستيه، يعني وانا بكلم حضرتك النهارده احنا عندنا منطقه لوجستيه في احد المستثمرين لسه امبارح قدم على 60 فدان. نعم. تمام. وده هياخد عرض غير مرفق، لكن خلينا نتكلم برضه عشان المشاهدين سامعين، عشان نقول برضه ان في دفعه في هذه المنطقه. وده كده حضرتك النهارده تم من حوالي شهر او اكثر من 45 يوم تم الاعلان عن 69 منطقه للصناعات الصغيره للمستثمرين وللشباب. نعم. المنطقه الواحده او القطعه الواحده 400 متر مرفقة وجاهزة، اتقدم حتى الآن 40 مستثمر. تمام؟ نعم. احنا جاري النظر في هذه الطلبات ودول جاهزين بالكامل.
بالاضافه ان احنا جالي في ترسيخ بقيه المنطقه الثانيه او المنطقه الثانيه دي هتوفر 100 قطعه للمستثمرين ان شاء الله. ان شاء الله. سياده اللواء جمال امبابي محافظ الاسماعيليه بشكرك شكرا جزيلا. وبنعود مره اخرى لدكتور وليد، عايز اعرف تعقيبك على ما ذكره سياده المحافظ، وعايز ايضا اركز على نقطه حضرتك ذكرتها قبل هذا الحوار، وهي مساله انه حصل بالفعل توقيع عقد مع احدى الشركات الصينيه لتوفير فرص عمل كبيره جدا. ضمن القانون او ضمن هذا العقد انه لازم فرص العمل تكون للمصريين مش لاي جنسيات اخرى، بس عشان عايز ااكد على النقطه دي. طيب انا هاكد لحضرتك، بس طبعا سياده اللواء يعني جمال امبابي على فكره محافظه الاسماعيليه، هو الشهاده يعني لله الثلاث محافظين، ثلاث محافظات الثلاثه بمحافظينهم هم من اكثر الناس تاييدا للمشروع. بس يمكن محافظه اسماعيليه لها، بس عشان ما ازعلش اهل السويس واهل بورسعيد، محافظه اسماعيليه كانت سباقه زي ما تفضل سياده اللواء. دي من ضمن الحاجات اللي حضرتك بتبداوا سالته عليها، فين المشروع على الارض؟ سياده اللواء اتكلم عن 69 قطعه، مساحه القطعه 400 متر موجوده لاهل بورسعيد لاهل الاسماعيليه فقط، ودي بتشمل الصناعات الصغيره. الصناعات الصغيره على فكره اللي هي الصناعات بتخدم على الصناعه الكبيره زي التعبئه والتغليف وما شابه، وعندهم صناعات الجبس وصناعات المواد المعدنيه. الحاجه الثانيه ان في المرحله الثانيه من الانطره شرق دي 132 فدان متاح، هي بس محتاجه 20 مليون جنيه واجاري تخصيصها. على فكره هو تم تخصيص 12 مليون جنيه لوادي التكنولوجيا محطه الرفع اللي تفضل بها سياده اللواء، جاري تخصيص 20 مليون ان شاء الله رب العالمين يكون خلال اسبوعين دول يتم تخصيصهم لعمل محطه رفع للصرف الصحي ورصف الطبقه الاخيره من الطرق وامداد شبكه التليفونات، وهيكون متاح ان شاء الله خلال شهر واحد بس 100 قطعه في الانطره شرق، 2400 متر القطعه للمستثمرين يقدر يروح يقدم للمحافظه وياخد هذه القطعه. نعم. من ضمن المشاريع الاخرى تم طرح محطه الحاويات الثانيه، واتمنى ان شاء الله في خلال المؤتمر القادم يوم 13 مايو اللي هيعلن فيه عن كل تفاصيل المشاريع، السيد الدكتور حاتم عبد اللطيف وزير النقل ان شاء الله هيعلن عن طرح مجموعه من المشاريع. واتمنى ان يكون هناك توقيع لعقد اخر. نعم. العقد اللي حضرتك تفضلت عليه عقد الشركه الصينيه ده زي ما قلنا ان هو العقد ده كان الطرح من 4 سنوات، ولكن كان متعسر الطرح، والسيد الرئيس كانت توجيهاته لهذا المشروع تحديدا لانه كان في زياره، كان ده على فكره من نتائج زياره السيد الرئيس للصين ان هذا العهد العقد يجب ان ينهى، فالحمد لله نجحنا ان احنا يعني ننهي هذا العقد وتم التوقيع. العقد ده المطور الصيني بياخد 6 كيلو متر مربع، 6 كيلو متر مربع ده بيرفق المناطق الداخليه اللي بينهم، وبيبدا ينشئ هناك المصانع او يبدا يعلنها للتصنيع، بتوفر حوالي 40,000 فرصة عمل و2 مليار جنيه كاستثمارات. نعم. الجزء اللي حضرتك تفضلت بيه خاص بالمحور بالكامل وهو العمالة المصرية. احنا في القانون وضعنا مجموعة من المميزات ولكن ربطناها بمجموعة من الالتزامات، من ضمن المميزات ان 10% من الضريبة نصف الضريبة العادية، 5% على ضريبة الافراد، ولكن هناك امتيازات اخرى كثيرة للمستثمرين مرتبطة ان تكون العمالة على الاقل 90% مصرية، يصدر 60% من منتجه للخارج، ومجموعة اخرى من الالتزامات. انما العمالة المصرية هي رأس الحرب في هذا المشروع. العمالة المصرية هي الاساس، عشان كده على فكرة احنا هنبدأ بالمشاريع كثيفة العمالة. يعني من ضمن اولويات المشاريع اللي هتبدا في الاقليم بالكامل، وده اللي خلانا نبدا في الاسماعيليه زي ما اتفضل معانا. ده تقريبهم برضه يا دكتور ولا ده مهم جدا. احنا تم ان شاء الله سيتم توقيع او على اتفاق مع الاكاديميه العربيه بخصوص التدريب العماله في مجال النقل البحري، هناك مجموعه مع وزاره البحث العلمي او وزاره التعليم العالي ان شاء الله جاري النقاش معاهم لعمل كلاستر، لعمل مدرسه فنيه ومعهد تكنولوجي وجامعه تكنولوجيه لتدريب العماله المصريه. اذا كان المشروع بهذه الروعه والنقاط على ارض الواقع اللي حضرتك اشرت اليها واقع ملموس وتؤشر الى هذه النهضه المأموله، في اي سياق نضع استقاله دكتور عصام شرف والمجموعه التي استقلت معهم؟ خاصة معلش يا ابن يعني خاصة إذا أشرنا إلى بعض النقاط التي جاءت في سياق الاستقالة، مثلا يعني سيادة المستشار طارق حزين قال إنه المشروع اللي قدمته وزارة الإسكان لا يصلح لإدارة منطقة حرة تقدر على المنافسة العالمية. أيضا جاء في نص الاعتذار مذكرة المشروع الإيضاحية لا تراعي الخصائص الجغرافية لموقع قناة السويس، وأيضا ربما جاءت جملة إنه تجريد المشروع من خصوصيته لن يفضي إلى مصلحة مصر بل يصب حتما في صالح بلاد أخرى من ذات المشاريع الملاحية اللوجستية المنافسة، والشاطر يفهم يعني. خليني أكد على معنى مهم جدا. هذا المشروع ليس ملكا لأحد،
هناك إسهامات كبيرة وعلى رأسهم من اللي ساهموا في هذا المشروع وحملوه فعلا على أكتافهم وبيتحرك به في كل مكان. الدكتور عصام شرف من الناس فعلا اللي احسبهم من اكثر الناس عمل عظيم. استقالته اكيد ليها مؤشر قوي. اوضح لحضرتك مش بس الدكتور عصام شرف على فكره، الفريق اللي معاه اللي هو شيرين حسن من الناس اللي اشهد لهم بالفضل بعد فضل الله عز وجل في تعليمنا كثير في مجال النقل البحري، وكذلك المهندس وائل قدوره، كثير منهم من الناس الفضلاء، ومش عايز اقول لحضرتك ان فضلهم بعد فضل الله عز وجل على هذا المشروع كبير جدا. اوضح بس، هي ليست استقالة على فكرة، هي اعتذار. لو نص حتى اللي تقراه في الجلد اللي انا قريته هو اعتذار. هناك نهاية المحصلة ان هو رجل رفع ايده من المشروع لاسباب رفع ايده. ده انا لا اعتقد الدكتور عصام شرف يمكن ان يرفع ايده عن هذا المشروع ولا الفريق اللي معاه، لان الفريق اللي معاه في غاية الاخلاص، فريق وطني، فريق محب لبلده، فريق شال على اكتافه من فترة كبيرة جدا وعلى رأسه. يعني الناس لسه بتشتغل معاك يا دكتور؟ الناس دي اعتقد ان هم مش بس لسه شغالين وهتفضل تشتغل في هذا المشروع. هناك بعض الخلافات في وجهات نظر لبعض النقاط الموجودة، وهناك اتصال مباشر بين الدكتور طارق وفيق والدكتور عصام شرف وبيني شخصيا وكثير من الفريق اللي موجود. لا اعتقد ان هذا الفريق يمكن ان يستقيل من ده. هم يعني هم اب معنى المشروع، المشروع ده مش بتاعنا. ايوه بس الكلام بتاعنا اللي قالوه ده برضه بحاجه لرد. يعني لما اقول لك المشروع اللي قدمته وزاره الاسكان لا يصلح حتى لاداره منطقه حره، هو بس لما بينقل الكلام لما بينقل الكلام في الاعلام على السنه، وده اتعملت معايا شخصيا ده من نص ده حوار مع سياده المستشار في تصريحات للشروق. يعني اعتقد ان احنا في ما زلنا في نقاش حول المشروع وخلاف وجهات النظر. على فكره في بيان النهارده نزل من الدكتور طارق وفيق لهذا المشروع، ان خلاف وجهات النظر في بعض النقاط ده يعني اولا ده ثمره كويسه جدا، لان يعني ان في نقاش مستمر للمشروع وفي جدال. وعلى فكره احنا بنتمنى ان المشروع طبعا ينهض ويكون بنفس الصوره. انا بس هاكد لحضرتك معنى مش بندور على الخلاف قد ما احنا بندور على الحقيقه. دايما اي ناس فنيين شغالين في المشروع حتى الاستشاريين اللي موجود في المشروع، فبتجد في خلافات في وجهات النظر. الخلافات دي بتثري يعني لما يكون في خلاف على شكل قانون، ده معناه ايه؟ ده بيدينا على طول مؤشر ان هذا القانون يجب ان يفحص. وده اللي قاله الدكتور طارق على فكره النهارده في اجتماع جمعيه الاعمال اللبنانيه المصريه، يجب ان يكون كثير من النقاش ومزيد من النقاش، لان ده المشروع ده مش بتاع حد. بمعنى انا النهارده شغال في المشروع، انا مش بكره قد اكون مش شغال. مش هلاح عليك في الجزئيه ديت، هنسيبها طبعا للام هي تثبتها وتنفيها. لكن نقطه اخيره وفي عجله، المشروع ده بيتعارض او بيقطع طريق على قناه العريش طبعا. هو احنا كنا صادفنا المهندس الجبري اللي هو مسؤول عن المشروع برضه، وقال كلام رائع في هذا المشروع. قال ان هو عرضه على رئاسه الجمهوريه وعلى رئاسه الوزراء، لكن ما فيش حد يعني لمح بأي ملامح إجابة أو تفاعل مع الموضوع. والله إحنا على فكرة في إطار الأمانة الفنية للمشروع بندرس كل الأفكار المطروحة، سواء حتى ممكن تتخيل يعني بعض السادة الخبراء الأجلاء اللي لهم رأي يحترم جدا، قال رأي إن في هناك مخطط سنة 2020، هناك مخطط لإلغاء أهمية قناة السويس. كل الآراء بتؤخذ في الاعتبار وكل الآراء تدرس، وفي الآخر طالما أن الهدف واحد هو لا، هو للأمانة ما نفاش تماما محور قناة السويس. قال إن احنا هنشتغل تكميلي لأنه قال إنه الغاطس بتاع السفن دلوقتي بيزيد.